عام ينقضي على تنصيب المحاكم التجارية المتخصصة بعد توجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة استحداثها إثر إشرافه على افتتاح السنة القضائية تحقيقا لأمن قانوني وقضائي يكرس التنسيق بين هيئتي الدفاع والقضاء تمشيا والتطورات الاقتصادية الجديدة والإصلاحات المتعددة الجوانب على الصعيد التشريعي أو التنظيمي أو المؤسساتي من أجل خلق مناخ أعمال مناسب ودعم الاستثمار الوطني والأجنبي الذي تكلل بصدور قانون الاستثمار وقانون منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. يشكل الاستثمار محورا أساسيا في البرنامج الرئاسي للسيد رئيس الجمهورية بحيث أولى عناية خاصة ضمن التزاماته 54 وأكد على ضرورة العمل على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتشجيع المؤسسات الناشئة وجعلها رافدا من روافد التنمية الاقتصادية واعتماد سياسة استثمار جريئة بأهداف واضحة وبناء منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ترمي إلى استقطاب الاستثمار في مختلف المجالات. إن ملتقانا الوطني اليوم نتاج ضرورات مهنية ملحة تتعلق بحوالي سنة من النشاط منذ تنصيب المحاكم التجارية المتخصصة 12 على المستوى الوطني، وقد انطلق بفكرة ذات طابع علمي ومهني بين السادة القضاة والسادة المحامين. 12 محكمة تجارية متخصصة استحدثت عبر ولايات الجمهورية يسند إليها الفصل في النزاعات المتعلقة بالأنشطة التجارية يتولاها قضاة متخصصون ومساعدون ذو كفاءات مهنية واطلاع واسع بالقضايا التجارية. لها 6 تخصصات، أولها الملكية الفكرية، المنازعات الخاصة بالملكية الفكرية، منازعات الشركات ومن ضمنها التصفية وحل الشركات، منازعات الإفلاس والتسوية القضائية، المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية، منازعات متعلقة بالمؤسسات المالية والبنوك مع التجار، وكذلك النزاعات الخاصة بالبحري والجوي والتأمينات. احنا عندنا هدف واحد، سواء منظمة الجزائر العاصمة ومجلس قضاء الجزائر، هو تمثيل العادلة الجزائرية وإعطاء أكثر ضمانات للمستثمرين الأجانب. المحامين بصفتهم يتمتعوا باستقلالية، والقضاء بصفتهم القاضي بصفته هو الضامن للتطبيق السليم للقانون. الملتقى الوطني الأول حول المحاكم التجارية المتخصصة أرسى أرضية صلبة للنقاش والتبادل الإيجابي داخل الأسرة القضائية ودفع الاجتهاد القضائي في القطاع الاقتصادي والتجاري كأحد أهم مفاتيح الجذب الاستثماري في الجزائر.